الدكتور هذا الصباح قالوا لي جيت سكت بارك، قلت لهم علاش؟ قالوا لي على هذا، هو هذا مسقط والدي ما عرفتش شنو دار هذا الصباح. هو شتي هذا دار زادوا عنده الوليدات هذا الصباح. هو هذا شتي هذا زادوا عنده الوليدات داك الشاعر فرحان. شتي هذا طايزنا هذا دابا، ها هو شتيها. سير اصاحبي دابا الوليد سير، هذا طايزنا هذا الصباح زادوا عنده شي وليدات. المهم عرفتي فين ولدات لي المدام ديالهم، ولات ليه وسط الكونتينر. حنا دابا نمشيو دابا وسط الكونتينر تشوفوا الولاد ديال الطيزن. ولات ليه المدام ديال الطيزن ولدات هنا في وسط الكونتينر ديال البيرو ديال تغازل سكيت بارك. سير عندهم اش هاد الشيء؟ مال هذا مسكين زاد عنده الوليدات؟ سولوه اش قد الحال المدنية؟ صافي فرحان. سير حسب انا عندهم شي حبل واحد. بارك الله. شو الوليدات ديال الطيزن. هات مرشا واحد مخبيها واحد. حسبت هذا؟ لا كلشي 11. يلاه الطيزن عندك البيتزي ولا ما عندكش؟ والطيزن والطيزن تسير اصاحبي. المهم طيزنا ولينا ولات لي المدام هنا. واما كيفاش هادي ولدات البارح؟ هادي ولدات البارح بالليله ياك. ولدات البوغري هنا جات للبيرو. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا اش نديرو لها الحيوان كذا دايرين. سبحان الله. طيزن واش دراسك؟ راه صافي ديك التفليه ما بقاتش، راه مشات ديك التفليه وداك الشيء دير عقلك. راه 11 ولد اللي عندك الطيزن و11 عيض و11 اللي عندك. صافي جمع راسك شدو عليه. الله الطيزن قابل ولادك، قابل ولادك الطيزن. طيبتي الحيرة؟ طيبتي الحيرة؟ المهم هادي هاديك السنة إن شاء الله واحد السيمانة نرحبوا بها. شفتي قصة السنة عندهم ولا والو؟ ضروري ضروري الحيوانات راه تطلع فيهم. دابا هاد 11 واحد نورمالمون الكلاب راه كيولدوا 4 6، ولكن دابا هادي دابا ولاو كيولدوا هاد اليومات 10 11 12. علاش ولاو كيولدوا 10 11 12؟ مع كاين دابا واحد الجمعيات هنا اش كيديروا؟ كيهزوا دابا الكلب ولا الكلبه كيقطعوا لهم سميتو ما بقوش كيولدوا. وملي كيديروا هاد القضيه هادي ملي كيقطعوا لهم ما بقوش كيولدوا بحال الكلاب كيحسوا ببعضياتهم. سو هادي بلا ما تولد 4 كتولد 10 ولا 12 ولا 14. كيبقى ديما العدد هو العدد. مع دوك الجمعيات كيقول لك الا قطعنا لهم المسائل ديالهم ودرنا لهم الخرصه ما بقاش غادي يولدوا، ما بقاش يكونوا الكلاب في الزنقه، ما بقاش غادي يعطوا في عباد الله. حنا عندنا دابا هنا في هذه البلاصه هذه ديال تغازوت اورير شي 10 سنين هما كيقولوا هذه الهضره، ولكن الكلاب ديما هما هما ياك انا ندوم ياك مع الله هو عارف شنو كاين. فهمتي هادو دابا كيصحاب لهم واش هما اللي يحددوا النسل ديال الحيوانات. ولكن دابا هذه بلاصه ما تحط 4 حتى 12. هما دابا 12 علاش مع كيتحاربوا هما دابا ملي كيتحاربوا بلاصه اخرى وكيعارفين هما كيحسوا بداك الشيء، كيحسوا بانهم راه كيحاربوا البشر وكيقطعوا لهم الجهاز التناسلي ديالهم باش ما يولدوش. هذه دابا ولدت 12 وغادي يبقى داك العدد هو العدد. تمشي دابا للزنقه تلقى بزاف ديال الكلاب فورير في تغازوت 12 11 14 صافي كدا غادي هاد القضيه. واخا تقطع يا ديك الجمعيه ما تقطع ولا تسميتو كيقتل الكلاب باش يكونوا ناقصين، ولكن ديما يبقاو ماما. المهم الكلبه هي راه كاينه هنا غادي نوصلوا حنا واحد السيماره عطوها الماء تيكوق في هاد الكلاب على رجليهم وغادي نديروا لهم شي بلاصه حدا السكيت بارك. المهم الدراري هما الكلاب كاينه الا كان شي واحد شي قاص شي كروكيت شي حاجه مرحبا به. وإلا كان شي واحد باغي شي واحد من هنا راه مرحبا. هادي راه بلديه والطيزن راه ديالنا. فين الطيزن؟ طيزن منين انت صاحبي منين؟ واش انت بلدي؟ بالتبلات خذ بال صافي مفيد صاحبي صافي. فين هاد الولاد كتجي تخليهم في المغرب؟ تخليهم في المغرب ولا ديهم؟ اجي طيزن واش هو تخليهم في المغرب ولا دير لهم باسبور؟ اجي هو طيزن اجي لهنا اصاحبي. صافي طيزن صافي موف ما تجوش سير سير طيزن جيب الخبز والزيت سير راه تزاد. المهم راكي موفيت البلديه ياك طيزن طيزن راجل مزيان راجل مزيان يو سير جيب الخبز سير جيب الخبز الزيت العود
وطيز ندير عقلك اصاحبي انت باقي تبع الله اللي ما يحشم ما الدراري كما قلت لكم اللي بغى شي كلب صغير ولا شي حاجه مرحبا به راه طيزن راه ولد الناس وتا هذيك راه بنت الناس المهم راه الناس بعقلهم فهمتي اللي بغى شي كلبه صغيره ولا اللي عنده شكرا كتبغي سيبورتي الكلبه ولا شي حاجه مرحبا به غادي نديروا لها ان شاء الله شي بلاصه هنا تحت الشجره وتولي دي فاميلي ان دي سكيت بارك واحد لابارتي من ديال السكيت بارك مع هذيك الكلبه صراحه بقى لنا هنا شي 3 شهور ولا 4 شهور وهي كاينه هنا جات من الفيلاج ديال تاغازوت ومره مره كنجيبوا الماكله للطيزان وتا هي كنجيبوا لها الماكله صافي ولفات عندنا هنا سو تا هي مرحبا بها رزقها هذا رزقها هذا كل واحد والرزق ديالو فين كاين سو جات هي عندنا مرحبا بها وغادي نطلعوا فيها ان شاء الله يلا سيو جايز هذا بلان طاح لي هذا الصباح وشفتوا داكشي علاش غنلونسي ان شاء الله دابا في لاشانيل سو ما تنساوش سبسكرايب وما تنساوش ابوني وداك العجب كاملو طلعوا